يسأل السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: من هم الثلاثة المذكورون في الآية التي في سورة التوبة؟ يقصد قول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذول اجمعهم في كلمة مكة، لكي تسفر عليك المعلومة، اجمعهم في كلمة مكة. حرف الميم مرارة ابن الربيع، وحرف الكاف كعب بن مالك، وحرف الهاء هلال بن أمية. تسهل عليك إن شاء الله، مجموعة في كلمة مكة: مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، هلال بن أمية. ومعنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تخلفت توبتهم، تخلفت وتأخرت وتأخر أيش توبتهم لمدة 50 يوما. من لا، هذا خلاف ما هو على ألسنة الناس، المقصود بتخلف التوبة. لكن القصة أصلا لأنهم تخلفوا عن من؟ عن رسول الله. لكن معنى الآية أنهم تخلفت إيش؟ توبتهم بسبب ماذا؟ ما أصابوه من ذنب عظيم بتخلفهم عن أمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.